أكاديمية الشرطة، صرح تعليمي وتدريبي أمني رائد في مجال إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا، ولتحقيق الترابط بين طلابها وطلاب الجامعات المصرية المختلفة. استقبلت الأكاديمية 155 طالبا وطالبة يمثلون كليات الحقوق والقانون بعدد من الجامعات الخاصة لقضاء يوم كامل مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من الملتحقين بكلية الشرطة، بما يرسخ قيم الود والتلاحم والترابط بينهم لتعزيز قوتهم في مواجهة التحديات والأخطار. أول مرة أشوف صرح عظيم زي ده، أول مرة أدخل مكان زي ده، فدي حاجة نفتخر بيها جدا كمصريين ونفتخر بيها كعرب أصلا إن دي موجودة عندنا. غير إن هي كلية الشرطة مصنع الرجال، فهي منارة للعلم. حرص كلية الشرطة على تزويد الخريج بتاعها بالمستوى العلمي اللائق، سواء على مستوى الدراسات العليا أو في على مستوى الليسانس، بالإضافة للغات الأجنبية، ده هيثقل الخريج بشكل كبير جدا. داخل حرم الأكاديمية انتقل الطلاب لمشاهدة جزء من البرنامج التعليمي والتدريبي للطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق، لمعرفة كيفية إعدادهم بأسلوب عصري متطور لأداء رسالة الأمن. فقد شاهدوا جانبا من التدريبات التي يؤدي الطلبة والطالبات في الرماية والقوى البدنية والدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والإنزال من أعلى الأبراج، بخاصة الطالبات، وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي، وبيانات عملية بالقرية التكتيكية، وقفزة الثقة، وفك وتركيب السلاح تحت الماء. كلها أداها الطلبة والطالبات بكفاءة عالية ومهارة عكست قوة التدريب والإعداد والتأهيل. صراحة أنا كنت فخورة قوي لأن أنا بشوف الشرطة النسائية في الشارع، بس ما كنتش عارفة أن التدريبات زيها زي التدريبات للشرطة الطبيعية للرجال، وأن هي فعلا يعني أنا كنت فخورة أن في سيدات بتقوم بالتدريبات دي، وكنت فخورة أكتر أني عرفت أن ممكن تخصصي قانون يكون لي تقديم بعد كده في ضباط متخصصين من الشرطة النسائية. اتبسطت قوي أن لقيت بنات بتعرف تتدرب رماية كويس قوي كده، وإزاي يفكوا السلاح ويركبوه وسرعتهم وادائهم في الحركه، يعني اتبسطت جدا لقيت بنات بتعمل كده. حاجه طبعا كلنا نفخر بيها ان في حاجه في بلدنا كده، وحاجه كويسه جدا، وانا واحد من الناس اتمنى اكون موجود هنا ان شاء الله. بعد ما اخلص كليتي هدخل اقدم هنا. تضمنت الجوله رؤيه جزء من عروض كتائب الخياله، وكذا الاداره العامه لتدريب كلاب الامن والحراسه في كيفيه استخدام الكلاب المدربه في العمليات الامنيه. انبسطت جدا بنقضه اليوم كله، وشفت حاجات جديده اول مره اشوفها، زي مسرح الجريمه، زي النشاد، زي الامن المركزي. مبسوط جدا ان انا هنا النهارده، واتمنى ان انا اكرر الزياره دي مره واثنين وثلاثه، وبتمنى ان انا بعد ما اخلص اقدم هنا كظابط. الحاجات اللي احنا شفناها تدل ان اي فرد يخرج من الكليه دي هيكون مؤهل على اعلى مستوى ان هو يواجه اي حاجه، ويعني الموضوع حمسنا جدا ان احنا نقدم، وباذن الله نكون في الدفعات الجايه لكليه الشرطه. تعرفت على الفنون القتالية داخل الكلية والحماية المدنية، وشفنا الكلام ده نظري وعملي. على هامش فعاليات الزيارة تم تكريم طلبة وطالبات الجامعات المصرية الفائزين في المسابقة البحثية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في العديد من الموضوعات المجتمعية. متفاجئة جدا ان انا كسبت النهاردة، وان انا اساسا بتكرم من وزارة الداخلية، دي كانت حاجة مشرفة جدا. زيارات تأتي في إطار تبادل الرؤى والثقافات بين شباب الوطن الواحد، بما يجعله محصنا عصيا على الانكسار، وبما يؤكد أن رسالة الأمن يؤديها خيرة الرجال الذين تم تدريبهم وإعدادهم وفقا لأحدث النظم التدريبية الأمنية للتصدي لكافة الأخطار والتحديات.